طب يا شيخ، السؤال التاني معلش بسرعة، كيفية التعامل مع الوسواس القهري، لأن أخي مصاب بالمرض ده، وكل شوية أكتر من مرة، ويعيد الصلاة ويصور نفسه ويضطر يشغل البيت كله بالحالة دي. لا أظن هذا أن هذا مريض المشكلة برضو أن هو في مرحلة بلوغ، فموضوع الجنابة عامل له برضو وسواس. طب يصبر عليه خلاص، تكثر من الدعاء له وترقونه ويرسل إلى طبيب قوي أمين مختص. اللهم أمين. هذا مرض. الله يسلمك. تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء.